الولوج إلى خدمات الجماعة القروية لإيم الزار دوتنان أصبح يتطلب جهدا لتجاوز سور ضرب فجأة على مقر الجماعة، حيث تحتجز حاليا آليات ومعدات. مستشارون جماعيون ومواطنون متضررون يستنكرون هذا الوضع. ولا فورين حتى هو ديال الجماعه راه ما خدامش، وخاصنا الطريق فين ندوزو في الجماعه. اذا بس دلينا الكاميو وسد لينا التراكس، احنا دابا راه وقفنا الخدمه اللي كنا كنديروها، راه ما بقيناش كنديروها، الطوموبيلات ما كيخرجوش. ومن ضرب الصورة على بعض من مقر الجماعة القروية رجل يقول إنه صاحب الملك، وأن حكما قضائيا صدر استئنافيا لصالحه لتنفيذ تحرير ملكه الخاص، وأن محضر إجراء معين أدلى لنا به يؤكد أن الجماعة تتوفر على باب يشارف على الطريق. مشى الاستئناف، خدا الحكم ديال الاستئناف، واني درنا النقد، حنا الاجراءات ديال المحكمه مازالين فيها. وتنتفاجئ انه الحد اللي فات جا الصباح مع 14 خدام جاو تيبنيو السور بلا اي، وتطلب من السيد الوالي التعجيل باجراء تنفيذ الهدم ديال هذا الحيط في اقرب الاجل. وإلى حين البت النهائي والمنصف للطرفين في هذه القضية، يبقى الوضع على ما هو عليه، آليات عمومية محتجزة ومصالح المواطنين معطلة، حالة شادة من حالات تدبير الشأن المحلي في بعض المناطق القروية.